عليكم. بالنسبه للناس اللي مشاركين في مسابقه تحدي القراءه او لا في اي مسابقه اخرى او مقابله، كاين واحد السؤال ديما كيتطرح عليا، هو كيفاش نقدم نفسي امام لجنه التحكيم. بشكل عام السؤال ديال انك تقدم نفسك امام لجنه التحكيم كيكون اما لاختبار نفسي او فقط للدخول في اجواء المقابله، وبالنسبه لهذه المقابلات ديال المسابقات المدرسيه هو مجرد سؤال او طريقه باش انت تدخل في الاجواء وانك تاخذ راحتك. احسن طريقه لتقديم النفس امام لجنه التحكيم هي الطريقه التلقائيه والدقيقه كذلك. هذا كيصعب علينا شويه كيفاش نجمعوا بين الدقه في تقديم المعلومات اللي هما مهمين ايجابيين بطريقه سلسه، ولكن كذلك كيفاش نكون تلقائي. بعض الناس منهم تلميذ عبد الجليل اللي طرح لي هذا السؤال، هذا كيعتبروا ولا الاساتذه ديالهم كيعتبروا ان السؤال الاول ديال انني نجاوب ونقدم نفسي هو سؤال اساسي ومحوري وحاسم. انا ما كنتفقش مع القضيه هذه، خدمت واشتغلت بزاف ديال اللجان غالبا هاد طريقه تقديم الذات لها ما بعدها. خصك تكلم بواحد الطريقه متوازنه على نفسك، تقول المعلومات اللي هي بسيطه، السن ديالك، الهوايات ديالك، ربما الفصل ديالك، الحوايج اللي كتشوفهم اساسيين وخص هذيك لجنه التحكيم تاخذها بعين الاعتبار وتعرفها عليك. وبالتالي الناس اللي كيوجدوا يعني واحد تيبريباريو وكيوجدوا واحد الكلمه اللي هي مبهره كيحاولوا انهم يأثروا في لجنه التحكيم، خصهم يعرفوا ان اي لجنه التحكيم عندها واحد مجموعه ديال المعايير، واحد مجموعه ديال الاسئله الاساسيه اللي كتاخذها بعين الاعتبار. وربما هذا السؤال ديال التقديم يكون يعني ضمنها او لما يكونش، وبالتالي ما نركزوش عليه وننساو المحتوى. اهم شيء امام لجنه التحكيم في اي مقابله هو ان الانسان يكون هو يكون مرتاح تلقائي، يتكلم بسلاسه، وما يكونش يعني عنده واحد الارتباك او لا ما يبانش عليه انه خايف، بالعكس انه يجيري هذيك المقابله او لا يدبرها بواحد الطريقه حكيمه، وفي نفس الوقت انه يكون تلقائي. نتمنى انني نكون جاوبت على هذا السؤال. هذا ما تنساوش انكم تشتركوا على القناه وانكم تكتشفوا المزيد من الفيديوهات، خصوصا اللي كنرجع فيهم الكتب واللي كنصف فيهم المشاركين في مسابقات تحدي القراءه. الى اللقاء.